تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك المعظم وبدعم واهتمام من قبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أقلعت صباح اليوم من مطار البحرين الدولي طائرة تحمل مساعدات طبية وصحية عاجلة إلى جمهورية السودان الشقيق. نعم، وتأتي طائرة المساعدات في إطار وقوف مملكة البحرين إلى جانب الشعب السوداني في ظل التحديات التي فرضها النزاع في البلد الشقيق. في إطار دعم وتضامن مملكة البحرين مع جميع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المحن والأزمات، تنطلق هذه الطائرة من مطار البحرين الدولي محملة بجميع المواد الطبية بمختلف أنواعها بهدف التخفيف عن المواطنين السودانيين. يد العون البحرينية ممتدة دائما للإخوة من الدول الشقيقة والصديقة، فالمملكة دائما تكون سباقة للمساعدة بمختلف أنواعها، وذلك انطلاقا من الإنسانية النابعة من نهج حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. مساعدات طبية متنوعة تم نقلها على متن الناقلة الوطنية لتنطلق بها إلى جمهورية السودان الشقيقة لمعاونتها في سد الثغرات الطبية التي أتت إثر أزمة القتال الدائر في السودان والتي ألقت بظلالها آل المؤسسات المدنية. تم يعني إعداد شحنة من المعدات والأدوية والأجهزة الطبية لجمهورية السودان الشقيقة. الأوضاع في السودان وعدم الاستقرار اللي صاير هناك كان أحد ضحايا الشعب السوداني، وكان يعني شح الأجهزة الطبية والمعدات كان لها دور في سوء الحالة. من هاي المنطلق قامت مملكة البحرين بتوفير هذه المعدات يعني على وجه السرعة. دراسة مستمرة ووقوف جاد على الاحتياجات الضرورية تبلورت من خلال هذه المساعدات التي تسعى للتخفيف عن المدنيين جراء آثار القتال الذي تسبب في أضرار وخسائر في الأرواح والممتلكات. الرحلة هذه مهمة بالنسبة لإخواننا هناك المتضررين، وهذا مو غريب على مملكة البحرين ولا غريب على جلالة الملك. احنا يعني نفذنا مثل هذه الرحلات كثيرا. الرحلة بتستغرق حوالي ساعتين وعشر دقائق، وجميع الإجراءات تمت بخصوص هذه الرحلة، ويعني هي ثمرة من ثمار التعاون بين جميع الأطراف، طبعا سواء الأطراف طيران الخليج أو شركة مطار البحرين أو خدمات مطار البحرين أو الطيران المدني، وزارة الداخلية وزارة الخارجية. كان في تنسيق كبير يعني وفي نوع من الحماس لعمل هذه الرحلة لما لها من قيمة إنسانية ولما لها من أهمية بالنسبة لإخواننا في السودان. مملكة البحرين مستمرة بتقديم ما يلزم من المساعدات للدول الأشقاء والأصدقاء في مختلف أنحاء العالم لسد الاحتياجات الضرورية بهدف مساعدتهم على تخطي هذه الأزمات والنهوض بثبات مرة أخرى.